فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي من اخر جزء في حصتنا اليوم نحكيو هوند، واليوم نحكيو عليهم ايضا يوم حصة الفرزية الجديدة تبدا على القناة الجنوبية، حصة مختصة في كرة اليد. اكثر تفاصيل ناخذوها من عند مقدم الحصة زميلنا الاعلامي المتميز مهدي عبيد. مهدي اهلا بك. مرحبا بك اسلام، تحياتي ليك وشكرا على الدعوه ذي وشكرا على التقديم وشكرا على كل شيء خويا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. باهي صلح لي صوتك، ابارامون قاعد من ليميسيون اليوم كنت تسجل وماهوش مريقل. بالضبط بالضبط، تعرف هي معناها باش نحطوا الامور اكثر في اطارها، كما قلت انت هي الحصه ليله تتعدى، اما ديجا الحصه الاولى هي تصورت وفيها برشا جهد، وتعرف اسلام عودة الإعلام الرياضي للنشاط وعودة خاصة تلبس الجنوبية اللي هي عندها مدة البرنامج هذا من اللي ملحت عجب، وقت اللي هو معناها عفوا وقت اللي هو البرنامج الوحيد متاع كرة اليد في تونس، معناها مش كونوا واضحين، هو البرنامج الوحيد متاع كرة اليد في تونس، وفما طاقات في كرة اليد وتنجم تصنع وتنجم تكون. أنا ما نكذبش عليك، معناها برشا عباد يعرفوني ممكن الأكثر في اختصاص كرة قدم، أما أنا بدايات كرة يد، البدايات متاعي في التعليق وفي الخدمة كرة يد إذاعة شباب، وقتها كنت أتذكر الفترة هذيك، وقتها كنت في الإذاعة الوطنية في البداية، تربص ثم تجربة مهنية صغيرة مع إذاعة شباب كانت معناها بازي على مقابلات كرة اليد، خاصة الكابون اللي جيتي وقتها وحمامات والفرق هذيك، دونك ديما كرة اليد احنا موجودة، احنا ديجا في قلب المعمعة متاع الإعلام الرياضي، معناها كرة قدم مباشرة كرة يد، دونك حتى في برامجنا الإذاعية ديما كرة اليد عندها الحيز الكبير، ممكن بعد كرة قدم وأحيانا في الأحداث الكبيرة تاخذ هي بزمام الأمور، دونك كيف فتحوني جماعة في الموضوع الحقيقة فرحت لأني نحب نصري تجربة هذه يا سلام. مش كان كرة قدم، ما يختصرش الإعلام الرياضي على الاختصاص هذا فقط، كرة يد اللي هي لعبة جبت برشا ألقاب لتونس، ودونك في الإطار هذا تشجعت أن يكون في الحصة. بدينا اليوم كما قلت لك، صورنا منذ قليل، معنا كملنا التصوير، على فكرة باش تشوفوا بلاتو ياسر مزيان، شوفوا استوديو جديد ماهوش بالشكل القديم تاع قناة الجنوبية، اللي رغم الصعوبات قبل والبلاتو هذاك يعني اللي ديجا الناس عرفت الميسيون بالكدا انا تو في الشارع العباد تسال ديما وقتاش تبدا وقتاش ترجع، وفما لي زاماتور نتاع اللعبه معناها بشكل كبير. هذا هو دونك الخطوط العريضه، انه البرنامج دونك باش يكون يختص في كره اليد، يتعدى على قناه الجنوبيه كل نهار ثلاثه 9 نتاع الليل. نعطيك فكره ممكن على المحاور سلام هكا على لي زانفيتي على الكرونيكور. يكون ان شاء الله ديجا الحصه الاولى هي اليوم ان شاء الله، تعرف معناها عنا فتره النشاط متوقف، وبالتالي اليوم باش نبداو نرجعوا تدريجيا الامور معناها في ذهن المشاهد، معناتها اول حاجه انه من العام خيرنا انه ندخلوا في الخاص بشويه، دونك اليوم مع الجامعه التونسيه لكره القدم حكينا على البروتوكول القانوني الاداري نتاع الجامعه، تنظيم الموسم وعودته الموسم هذا باش يكون 15 اود، دونك استضافنا اليوم سياسين عارفة المدير الفني، أيضا العضو الجامعي مهر بن عثمان، أكيد عديد الأخبار عديد المستجدات، معناها توضيحات كبيرة في عدة مجالات، سي شادي الجيد اللي هو معناتها الناس عارفوه في البرنامج، معناتها غني على التعريف، لاعب دولي، مدرب باسمه بالكدا في المشهد الرياضي في كرة اليد في تونس، ايضا الفريق الموسع فيه زاد اسماء معروفه خاصه على مستوى الاستشارات الفنيه اللي عاونوك برشا، ابار سي شادلي فما سي روف بن سمير زاد موجود، حصة اليوم فيها سي شادلي، فيها ايضا سناء البرهومي زميلتنا من اذاعه المنستير اللي ان شاء الله تكون معناتها ديما نستضيفوها في البرنامج نتاعنا، ايضا فما ركن خاص بالتحقيقات اليوم اخترنا جمعية ريانة عندها مشاكل إدارية هكا ورياضية، نزل للقسم الثاني للوطني باء، يوسف بن علي في ركن بورتري، ولمسة وفاة عملنا الحبيب ياغوتا الحارس الأسطوري السابق للمنتخب الوطني، دونك هذه هي سلام تقريبا الفكرة هذه، إن شاء الله الجمعة الجاية يبدأ يطلع الريتم، نبداو نجيبوا الجمعيات استعدادا لعودة النشاط، تحضيرات البطولة، برشا انتدابات، برشا صعوبات، باش نحلوا إن شاء الله موضوع كرة اليد في النادي الإفريقي، فرع كرة اليد في النجم الرياضي الساحلي، دونك فما تفاهم كبير الحقيقة من إدارة القناة، نشكرهم على الفرصة اللي عطوها لي، أنت تعرف لهنا سلام إنه إحنا الإعلام معناها كي بلغتنا كعبتين وكعبه، معناها الوسائل الاعلام تلافز مع ماهوش عدد كبير برشا، دونك ديما انا واحد من الناس تعرف الشكر ماهوش من خصالي،
لكن انه ناس تخمم فيك انت سبيسيال ما يدقوا الباب باش باش يجيوك ليك انت يعني. هذا انا الحقيقه شرف لي نخدم في القناه هذه. نشكر خويا وليد العجرودي، نشكر سي محمد العايش العجرودي، وليد اللي هو على فكره لاعب كره يد معناه يفهم بالكتاب الكتاب، ذكروا سلام كان دمي سنتر في النادي الافريقي. دونك معناتها حبيت نفسر لك انه توا بالذات الوقت نتاع دخلاء اصبح للاسف معناه، وانت تشوف معناه فما برشا بلاتوات لا علينا في ذكر الاسماء، نحكي مش كان على الرياضه كل شيء معناه، بالعكس الرياضه ممكن اهون من حاجات اخرى. واحنا عندنا اشكال كبير في الاعلام توا نتاع الدخلاء يعني. انا اخويا كي تلفزه محترمه معناه كقناه الجنوبيه ولا غيرها تتهز تليفون ويكلمك يقول لك كيجا حشتنا بحصه، فهذايا تشريف لي انا في شخصي وايضا للزملاء الكل مع الصحافه. هذه فكرتي سلام خويا، ما خليت لي ما يسالك تبارك الله كل شيء جبت عليه. ما وعد عشرة انا وياك دونك نفهم نستبق شنو كنت باش تسال. فقط مهدي البرنامج يكون مباشر ديما ولا ديما مسجل معناها؟ اي هذا سؤال ممتاز جدا. هو سلام معناتها باش هكا نعطيك هكا لمحة صغيرة ممكن هكا وسبق صغير انه راهو مش البرنامج هذا برك معنا قناة الجنوبية، لاحقا بشوية بشوية ان شاء الله ممكن فما برامج اخرى معنا في كل المجالات. دونك فكرة جديدة وديما نركز انه بلاتو يعمل كيف معنا بالحق تشوفوه نقلة نوعية في المشهد، وزملاء تقنيين معنا خدمة كبيرة 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 برشا. دونك عندك الارضية باش تكور ونقول واحد ان شاء الله الامكانيات المادية وكذا ان شاء الله تكون معناها موجودة في البرنامج هذا في برامج الاخرى، لانه تعرف برودكسيون معناها ماهيش سهله في واحد رغم ذاك يفور كبير برشا مجهودات قاعده تقوم بها القناه. بالضبط سلام على سؤالك، معناتها اليوم والحصص الجايين ان شاء الله باش نبداو بشويه معناتها مسجلين من قبل مصورين من قبل، لانه تعرف معناها كما قلت لك فما عديد من الاسباب معناها البث المباشر بشويه نقف على ساقينا مليح وان شاء الله نشدوا كما نقولوا نشدوا الضمان بالكدا وبعد على كل المستويات والمجالات وبعد ان شاء الله يكون في المباشر وربما معناها حصص اخرى معناتها ربما في كره اليد مش يقتصر على البرنامج هذا فقط، لازم تكون خاطر تعرف احنا عنا افونتاج توا انه قناه الجنوبيه تقريبا كما قلت هو 100% هون البرنامج الوحيد 100% هون في تونس اللي يهتم بكرة اليد. دونك مع عودة نشاط مش تولي تعدي المقابلات معناها ديما عندك لافون عندك لابري ان شاء الله ربي يسهل معناها في كل ما هو اهم وكل ما هو يثري المشهد الرياضي في تونس معناها خاصه كرة اليد. حسب ما فهمت من كلامك الكرونيكور اللي فيك شادي القايد ثاني البرهومي ورؤوف بن سمير ولا لا هكا؟ باهي هو سي رؤوف الى حد الان معناها وراء الستار يعاون بالكدا يعاون في البرودكسيون اللي فيها ديجا مريم الخميري شادي العجرودي ليكيب نتاعنا، اما الى حد الان الظهور هو في سيشيتي الجيد ونوعوا سلام. هذه الفكره انا اللي عندي وديجا جميع الكل متفاهمين فيها نوعوا معناها براتيكمون انا وسنه فيكس باش ترانا في البلاتو والوجوه الاسماء الاخرى معناها يدخلوا يخرجوا في الحصه معناها حصه اليوم ينجم تلقى اكس حصه الثانيه جريد والبرنامج مفتوح على الناس الكل معناها بصراحه يعني هذه حكايه انه ثلاثه فيكس في البلاتو ويبقاو ديما نفس الوجوه مانيش بور برشا فيها رغم انه مثلا سي شاد لي سي رؤوف اسامي كومين في العند لكن هما بيدهم وسي شاد لي بيدهم يقول لك انا اخويا نروحوا شويه نوعوا شويه اليوم سي شاد لي الجمعه الجايه ما نعرفش لاعب اخر مدرب اخر معناها راهو مجال مفتوح للناس الكل دون اقصاء باش نطرحوا مشاكل الكل. تشوفوا ان شاء الله الحصه اليوم معناها بكل جراه نحكيو مع المكتب الجامعي وبرشا ناس نصور معناها تعرف شخصي كيفاش نخدم تعرفني كيفاش نخدم دونك ما فماش مجاملات. دونك راهو اي انسان يستحق باش يكون في البلاتو راهو باش يكون موجود. وتعرف سلام الاشكال انه ما فماش ليزيميسيون سبورتيف تهتم بالهوند دونك ولاد الهوند يستناو في الفرص معناها تكون عادل فريمون لازمك تكون عادل ولازمك تحاول تقسم الوقت على الناس الكل من كل فئه من كل جينيراسيون من كل مجال في كره اليد تحاول تجيب الناس تعطيهم حقهم من المنطلق هذايا احنا دونك في التجديد ديما ان شاء الله ونتحسنوا بشويه ما تلوموناش اذا كان الحصه اليوم شفتوا فيها بعض الثغرات ولو اني الحمد لله فما نسبه رضا حتى قليله لكن الحمد لله في زربه شويه الواحد خدم فيها تعرفوا الظروف ما فماش ايضا مباريات ومعناها النشاط كان واقف دونك الحمد لله ليكيب الكل جند تخرجنا حصه ان شاء الله تكون مزيانه ان شاء الله تعجبكم وبشويه اسلام فضل زاد تشجيع الزملاء وانت مشكور جدا كنت سباق بارك الله فيك والعقبه ليك شوفوك في بلاتو ان شاء الله تراهم انا كان خير. قلت مهدي فما برامج باش تكون موجوده فممكنين نشوفوا مقابلات مباشره للشامبيونات تاع الهوند ولا مازلت ما تطرحش الموضوع هذا؟
والله انا الموضوع هذا هو الاجدر انه تحكي عليه الاداره سلام، لكن معناها اللي نجم نفهم واللي نجم نقوله لك انه معناها حتى قبل تعرف الناس الكل انه قناه الجنوبيه متسمى عليها الهوند الحقيقه. يعني متسمى عليها الهوند، ونصور كانت لهم تجارب حتى قبل معناها مع المباريات مع البرامج مع كذا، وحس ما قاعد نشوف انه الجامعه معناها متعاونه لهنا، والجامعه بور معناها انه تكون فما نوعيه معناها من نقل مباشر هكا ولا مباريات، ما فما شيء رسمي سلام. تعرف زاد زملائنا في الوطنيه هم يعديوا في المقابلات، اما حسب ما نفهم وحسب ما هكا يعني سمعت شويه انه ينجم يكون مطروح في المستقبل الموضوع هذا، لكن اكيد وقت اللي فما تكون حاجه اوفيسيال ولا يعني حاجه رسميه تخص مباريات في القناه باش تخرج كوميونيكي ولا ان شاء الله نعلن عليه في البرنامج. لحد الان يعني المباريات باش تكون ملخصات في ليزيميسيون، في ليميسيون هذايا 100% هوند باش تكون فما ملخصات كالعاده تاع ابرز المباريات في الوطني A الوطني B، وايضا ديما ما نساوش الكره النسائيه يعني كره اليد النسائيه اختصاص الإناث، أيضا مشاكل الشبان إذا كان معناها فما أكتواليتي فانو زادة باش تفرض روحها، سواء في التحكيم كما قلت سواء في الشبان سواء بالنسبة للمحترفين، دونك مش حاكر كان على البطولة كما قلت لك سلام بوغ لو مومون فما ليزيميسيون هذية، ممكن ليزيميسيون أخرين وإن شاء الله في المستقبل على شلال إن شاء الله ربي يسهل ونشوفوا المباريات على شلال. واضح، يعطيك الصحة بالتوفيق عايش. إن شاء الله مهدي إن شاء الله أكيد الموعد اليوم كل السادة مستمعين رونديفو مع في قناة الجنوبية 9 متاع الليل برنامج 100% هوند، ظهر لي الأحباء الهوند وحتى اللي مش مغرمين بالهوند مغرمين بالكرة ككل عندهم موعد معك مهدي عبيد، شكرا لك. سلام بارك الله فيك.